أكد وزير المالية أحمد كوجوك أن الاتحاد الأوروبي شريك اقتصادي مهم لمصر، وأن هناك فرصا كبيرة لتعميق التعاون بين الجانبين تحقيقا للمصالح المشتركة. وخلال لقائه مع كريستيان بيرجر سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر، لفت كوجوك إلى التطلع خلال المرحلة المقبلة إلى زيادة استثمارات دول الاتحاد الأوروبي في السوق المصرية للاستفادة مما تتيحه الدولة من محفزات استثمارية أكثر تنافسية واستدامة. أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن التجارة الإلكترونية شهدت انتشارا ملحوظا في السنوات الأخيرة، وأشار المركز إلى أن التجارة الإلكترونية أصبحت أحد أبرز مكونات الاقتصاد الرقمي، خصوصا عقب جائحة كورونا التي أسهمت في تسهيل عمليات البيع والشراء على مستوى العالم، ما أدى إلى زيادة قيمة تعاملات التجارة الإلكترونية لتصل إلى نحو 25 تريليون دولار في عام 2020. استعرض وزير قطاع الأعمال العام محمد شيمي مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج الجاري. جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع الرؤساء التنفيذيين لعدد من شركات الغزل والنسيج أثناء زيارته لشركة غزل المحلة، حيث تابع الوزير تقدم معدلة التنفيذ ونسب الإنجاز والجداول الزمنية لمشروعات التطوير والمصانع الجديدة. فتح المؤشر ستاندرد أبورز 500 وناسداك المجمع على انخفاض، يأتي ذلك وسط ترقب في وول ستريت قبيل قرار مهم من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بشأن السياسة النقدية والمقرر صدوره في وقت لاحق من الأسبوع. ارتفعت أسعار النفط نحو 2% وزادت العقود الآجلة لخام برنت 1.46 دولار أو 1.96% إلى 73.1% دولار للبرميل، كما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي 1.6 دولار أو 2.33% إلى 70.25% دولار للبرميل.